لله فوز هاد غيري بريت الحمد لله صحه الحمد لله. هذا سكانير دو كونترول كما فهمتك باش نشوفوا اسكو المرض هذا خلى لك اون سيكاتريس ولا بريت. هي اللحظه التي اعادت الحياه من جديد للسيد مشرقي الذي قضى 20 يوما بمصلحه الامراض الصدريه بمستشفى اول نوفمبر بوهران حيث اصيب بفيروس كورونا رفقه زوجته. الله اعلم ما عرفت انا عديتها والله هي عدتني. شكون اللي مرض الاول ما عرفناش ومين جات. ما احنا ما كيما انا ما نخرجش من الدار من الخدمه للدار. مين جاتني الله اعلم بالك من الصرف تاع كي نشري بالك ما عرفناش. اللي ظهرت راسي كان يضرني والكحه ما كاش اعراض واحده اخرى لا الحمام ماشي حاجه ولا كذا اعراض نقولوا تاع لا غريب عاديه. ومن بعد ولا تطور في الاسبوع الاول كانت كيما الاسبوع الزاوج وما ولينا لا ناكلوا لا والو غير رقاد وراسي يضرب فيا وقعدت في بلاصتي. ايام عصيبه مرت على العائله حيث خضعت لبروتوكول العلاج بشكل مستمر وكشف يومي لمعرفه تطورات المرض. كان عندنا كلوروكين وبليس بواطه تاع انتيبيوتيك استعملنا حبه نهار الاول ومن بعد نص 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 لمده 5 ايام وكلوروكين هذاك حتى كملنا دي جور. الله اكبر. عشرات الاشخاص يتماتوا للشفاء يوميا بهذه المصلحه بعد خضوعهم لبروتوكول العلاج، الا ان الوقايه والالتزام بالحجر المنزلي تبقى ضروريه حتى بعد التعافي من المرض. كما راكم بريتو بصح ربما مازال شارجي مازال كان هذا البنات اللي راهم ضياف نقولوا حنا ربما يجوني مع ولادي ما خليتش يسلم عليهم. لا 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 هاي واحد الناس حميحه يروحوا لديارهم يكملوا الاخر كونفينمون يقعدوا يديروا كاع الاحتياط اللي قلنا لهم يدوا لي ماسك تاعهم يبعدوا متر ونص على الناس و هي مام يسون نيجاتيف بصح يلاقي يقعد حتى شهر ولا يحرز روحه باش هكا ما ينتشرش هذا الوباء. وان كانت نسبه التماثل للشفاء من كوفيد 19 في تصاعد مستمر الا ان احترام قواعد الحجر الصحي والمكوث في المنازل يبقى اهم عامل للقضاء على الفيروس.